وينضم إلينا من رام الله الأستاذ أشرف عكا، عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي. سيد عكا، مرحبا بك. لماذا يصعد الاحتلال الإسرائيلي من عدوانه على طول كرم بالتزامن مع عدوانه على قطاع غزة؟ يعني أولا يعني هو يستهدف الضفة الغربية وتحديدا المخيمات الفلسطينية، لأن المخيمات فيها أنوية صلبة للمقاومة الفلسطينية وفيها حاضنة شعبية داعمة مساندة للمقاومة المتنامية في الضفة الغربية، وبالتالي هو يلجأ إلى كل أشكال التدمير والهدم لهذه المخيمات، لأنها ما زالت هي رمز الهوية الفلسطينية والوجود الفلسطيني في الضفة الغربية، وتعبر عن حق العودة بكل ما يحمل ذلك من مطالبات سياسية وطنية قانونية تبقي القضية الفلسطينية حية. وبالتالي هو الآن يستهدف المخيمات في الضفة الغربية ويستهدف كل يعني أشكال الفعل المقاوم والنضالي في الضفة الغربية، لأنه يفهم تماما أن الضفة باتت جاهزة لتنخرط بشكل أوسع في المواجهة الشاملة مع هذا الاحتلال، وهو يعبر عن ذلك الفشل يعني الذي يعني يترافق مع يعني مع عدوانه في قطاع غزة من خلال الاستقواء على الضفة الغربية. وأنا أقول دائما ذلك من خلال كل تلك المشاهد بالقمع والهدم والاعتقالات وعمليات التنكيل. طيب، يعني الممتدة في لو كل توقفنا لكي يقدم عند مسألة الاعتقالات، سيد أشرف عكا، كما تابعت معنا مراسلنا أفاد قبل قليل بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقل عددا من الأسرى المحررين في سنوات سابقة، ولكن السؤال الكبير الآن، هل هناك أي تخوفات من أن يقدم الاحتلال الإسرائيلي على إعادة اعتقال الأسرى الذين تم تحريرهم في صفقة التبادل الأخيرة؟ اعتقد يعني بهذه الايام لا يستطيع فعل ذلك، على اعتبار ان هناك مناطق اقليميه ودوليه جرت وما زال له اسرى في قطاع غزه، خاصه المرتبطين بالصفقه الاخيره. اذا فعل ذلك فعمليا هو يقطع الطريق امام اي مفاوضات لها علاقه بالاسرى الجنود المتبقين لدى المقاومه الفلسطينيه. هذا يعني وجهه نظري بهذا الموضوع. و عمليا نحن نعلم أن هذا الاحتلال لا يكترث بكل العهود ولا بكل الاتفاقيات، وقد يقدم على كل أشكال الحماقات، لكن بهذا الموضوع خاصة الأسرى يعني المرحلة الأخيرة التي جرت في يعني بين المقاومة وإسرائيل بوساطة قطرية مصرية، أعتقد أنه لن يعود واعتقلهم بهذه الفترة، وقد يلجأ إلى أساليب أخرى، قد يقوم بعمليات اغتيال ويقول غير مقصودة إذا كان معني عمليا ب يعني بتصفية أحد المناضلين أو الأسرى المحررين يعني أو الأسيرات، ويتبع أساليب مختلفة تماما، ولكن بشكل مباشر أعتقد أنه قد لا يجرؤ عليه. نعم، بخصوص الأسرى أو المحتجزين لدى حركة حماس، هنا سيد أشرف عكا، بنيامين نتنياهو يقول إن إسرائيل تمارس ضغوطاً من أجل السماح للصليب الأحمر بزيارتهم. ما طبيعة هذه الضغوط وعلى من يمارسونها أو تمارسها إسرائيل؟ يعني إسرائيل لم تبقي للأمم المتحدة ولا لمؤسساتها ولا لكل المؤسسات الدولية يعني أي مجال إلا وتنمرت عليهم وهاجمتهم، وآخر شيء هي يعني تنمرت على المنسقه العامه لحقوق الانسان والاغاثه في يعني عفوا للاغاثه الانسانيه في تبع الامم المتحده في الاراضي الفلسطينيه المحتله لانتقاداتها لاسرائيل. هم سيحاولوا اللجوء الى بعض المؤسسات الدوليه والى دور الولايات المتحده بهذا الاتجاه من اجل ان يسمح للصليب الاحمر ان يلتقي بهؤلاء الاسرى، وهذا واجب اعتقد الصليب الاحمر في هكذا نزاعات. ولكن إلى أي مدى تقبل المقاومة وما هو الثمن؟ وسمعنا أنه في هناك صفقة ما لها علاقة بإدخال الوقود أو ببعض المساعدات الإغاثية، يعني يجري الحديث عن شيء زي يعني زي عن من هذا القبيل بين المقاومة الفلسطينية والوسطاء المصري والقطري بهذا الاتجاه. طيب، حول تلك الصفقة. نعم، أنت طرحت يعني سؤالا سيد أشرف عكا، طرحت سؤالا غاية في الأهمية، إلى أي مدى يمكن أن تقبل المقاومة الفلسطينية بذلك؟ إلى أي مدى؟
يعني اعتقد اذا يعني اذا الموضوع مرتبط بافاق سياسيه لها علاقه بوقف هذه الحرب، لها علاقه بتطورات مرتبطه بالمستقبل السياسي ولطبيعه لهذا العدوان، واعتقد يمكن ذلك. بس ما عدا ذلك اذا كانت عمليه مجتزاه على المقاومه اعتقد وستاخذ مسارا يعني اكثر تشددا في التعامل مع اسرائيل، لانها جربته خلال الايام الماضيه، واعتقد ان الوقت الان بهذه اللحظات مع يعني تكثيف العدوان على قطاع غزه وتحديدا على منطقه خان يونس، ويعني تواصل الضغط العسكري على هذه المناطق قد يدفع المقاومه الى التشدد اكثر. واعتقد ان العمليه هي جزء من مناورات نتنياهو السياسيه من اجل يعني ارباك المقاومه ويعني جلب مزيدا من الانتقادات لها على المستوى يعني الدولي والامريكي، ويعطوا ماده للهجوم على المقاومه خاصه بالمستوى الامريكي. نعم، هل تصريح بنيامين نتنياهو الذي تابعناه والذي قال فيه ان قوات الاحتلال الاسرائيلي تطوق منزل يحيى السنوار رئيس حركة حماس، هل هو من باب المناورة أيضا، مناورات نتنياهو، أم أن له أساس في الواقع؟ لا يعني بيت السنوار، هل السنوار موجود في هذا البيت يعني قائد عملية ويواجه حرب وعدوان غاشم بهذا المستوى؟ يعني بيته لا يعني شيء، طيب. ولكن هو نتنياهو يحاول أن يوظف ذلك كما فعل، يعني هو عمليا كما فعل في مستشفى الشفاء، صور الموضوع للعالم والمجتمع الإسرائيلي بأن الجيش يتقدم نحو بنتاغون الشعب الفلسطيني، وعندما لم يجد شيء يعني بدأ يتراجع عن عمليات. سيد أشرف عكا، دعنا إذا سمحت أن نتابع معا هذه الصور التي حصلنا عليها قبل قليل، والتي تظهر إطلاق نار مباشر يستهدف جرافة للاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس شرقية طول كرم. سيد أشرف عكا، أعود إليك. تابعنا معنا هذه المشاهد التي تظهر استهداف جرافة للاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس، كيف تفسر لنا هذه اللقطات التي تابعناها؟ يعني أولا يعني هناك مقاومة بإمكاناتها المتواضعة تحاول أن تتصدى لهذا الاحتلال، هذا هو الجانب الأهم للمقاومة الفلسطينية، ولكن دعني أقول عندما تشاهد هذه الدبابات تدخل وتدمر وتنسف البيوت وتجرفها يعني في أماكن ضيقة، المخيمات أماكن مكتظة وشوارعها ضيقة جدا يعني لا تتعدى الأمتار متر متر ونص، يعني مسافات قليلة جدا، وهذه هذه الجرافات تدخل من أجل هدم، هذا إشارة على أنها تريد مسح هذه المخيمات كما يجري عمليا، ونقول يعني خلال فترة خفيه المراقبين ما يجري في المخيمات هو غزة مصغرة، يعني في جنين في طول كرم في أكثر من مكان يحدث بنفس الطريقة، وبالتالي منطق تدمير المخيمات ويعني تسويتها بالأرض يبدو هو منطق يعني كلنا يقتل فكرة أكثر يعني أكبر عفوا، هو فكرة الوجود الفلسطيني، فكرة الهوية الفلسطينية، فكرة العودة الفلسطينية، فكرة الحاضنة الشعبية التي تدعم المقاومة، التي دائما هذه المخيمات تنتج يعني أنوية صلبة قوية مسلحة للانتفاضة يعني الأولى والثانية وفي كل طيب. مراحل النضال الوطني. وهناك تطور جديد حدث الآن في مخيم نور شمس وضاحية السلام شرقية الكرم. سيد أشرف عكا، حسب ما أفاد مراسلنا فإن التيار الكهربائي قد انقطع بشكل كامل بالفعل في مخيم نور شمس وفي ضاحية السلام أيضا، كيف تفسر لنا ذلك؟ يعني هذا جزء من عملياته العسكرية، يقوم بقطع الكهرباء و يعني لارتكاب جرائم، ونعلم دائما أنه يقوم باقتحامات وإعدامات ميدانية يريد أن يغطي على جرائمه، وهذا يعني مشهد أصبح يعني يتكرر
طيل يعني الأشهر الماضية بالتحديد عملية قطع الكهرباء، منع سيارات الإسعاف، استهداف الطواقم الطبية، ومنع الصحافة من الوصول إلى أماكن الأحداث والاشتباكات. وبالتالي هو في هذه العملية هو يعني من أجل التغطية، لأنه يكون هو تخطيط لقتل ولإعدامات ميدانية، اثنين ترويع السكان في كل المنطقة، وبالتالي شكل من أشكال الحصار الجماعي لأكبر عدد ممكن من الأحياء والمواطنين. هذا دليل على أنه يعني يريد من خلال عملياته المباشرة ضد المقاومين، هو عمليا هناك آثار جانبية يتركها على الناس، وبالتالي يعني تشعر بهذا الليل الأطفال، النساء، البيوت الآمنة. إذن هو بقدر ما يستطيع أن يوسع دائرة الإزعاج والإرباك والترهيب للمواطنين، يفعل ذلك دائما. نعم، هل هو فقط يريد ترهيب المواطنين بأن يتم ارتكاب هذه الجرائم تحت جنح الظلام، أم أنه ربما أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول ألا يوثق أحد هذه الجرائم؟ وهذا والتوثيق طبعا يمكن أن يكون بشكل سهل خلال النور. نعم صحيح، يعني هو يدخل بالليل لكي يغطي، ولكي لا تستطيع وسائل الإعلام والصحافة أو المواطنين، ونحن نعلم الآن أصبح كل مواطن صحفي من خلال أجهزة يعني التليفونات الحديثة، الكل يمتلك، والكل أصبح الآن يعني يتعامل وكأنه صحفي ويستطيع أن يوثق. الاحتلال يحاول أن يخفي هذه الجرائم بشاعة، ولكن هو الآن يعني أصبح مكلح هذا الاحتلال، ما بتفرق معه كثير يعني، ولكن بقدر ما يعني هو يريد أن ينجز عملية أمنية عسكرية سرية في منتصف الليل، ويريد أن يصل إلى المقاومين، وكنا يعني هو بقدر ما يستطيع أن يخفي هذه الجرائم، يعني يحاول أن يفعل ذلك ويمارس كما كنا كل أشكال الترهيب والتخويف للمواطنين والأطفال والناس، وجزء من عملية كي الوعي وعدم نفوذ يعني المقاومة الفلسطينية لكي تأخذ مكانتها وساحتها في الضفة الغربية في ساحة المواجهة بشكل أكبر مع الاحتلال. طيب سيد أشرف عكا، في غالبا في معظم عمليات العدوان التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وقبل قليل التي تبعناها في طول كرم، تبعنا كيف أن الاحتلال الإسرائيلي يصطحب معه جرافاته خلال عدوانه ويقوم بتدمير البناء التحتية وعلى رأسها الطرق. ما الهدف من وراء ذلك؟ يعني أولا هو ليسهل عملية الدخول للقوات الإسرائيلية الجبانة التي تخشى عمليا من المقاومة، ونحن نعلم أن المقاومة الآن بدأت تحتاط وتتحضر وتستطيع أن تواجه بالحد الأدنى من الإمكانيات المتواضعة، سواء كان ببنادق رشاشة كثيفة أو يعني أكواع يعني زي عبوات ناسفة وحدويات صغيرة يسموها الأكواع المتفجرة. هذا كله عمليا يجعل يخشى يعني يجبن أمام المقاومة. طيب، ولكن إذا كان الأمر سيد أشرف عكا يتعلق بسهولة تحرك قوات الاحتلال الإسرائيلي في هذه المناطق، ولذلك يصطحب معه جرافاته، فهناك طرق هي موجودة بالفعل في هذه المناطق، ولكننا تبعنا خلال التغطية على مدار الأيام الماضية أن الاحتلال يمعن وبشكل كبير في تدمير بعض الميادين المهمة وحتى بعض اللافتات المكتوب عليها أسماء المدن وأسماء القرى وأسماء الشوارع وما إلى ذلك. نعم، هو أنا يعني لم أقول فقط، هو يعني هو يدخل وبالتزامن يحاول التدمير، يعني بالإضافة أنه يخشى المقاومة، ولكن هو يمعن بعمليات التدمير للرموز الوطنية، يعني مجسم عليها الرئيس أبو عمار، مجسم البطيخة في جنين، مجسم للشهيدة شيرين أبو عاقلي وغير ذلك. هو يريد أن يدمر هذه المخيمات، يريد أن يقتل أي رمزية وطنية فلسطينية. هو يحاول أن يقول عندما يجتاح ويفتح أنه عمليا هو من يحتل الضفة الغربية ومن يسيطر عليها، ويريد أن يذكر المواطنين، وفي بعض المرات وضع العلم الإسرائيلي على المستشفيات وبعض الأماكن
وهذا دليل على تأكيده وعلى محاولته يعني الحثيثة لضم الضفة الغربية وفرض القانون الإسرائيلي عليه. بالتالي هذه الأحداث هي لا تنفك أن تكون منفصلة عن مجموعة من المخططات الكبرى التي تستهدف الضفة الغربية. حدثنا يعني طيل يعني اللقاءات السابقة وطيل الفترة الماضية عن خطة الحسم، موضوع الضم والاستيطان وتهجير الناس والأحزمة الأمنية بمحاذاة المستوطنات، كل هذا جزء من المخطط الذي يستهدف الضفة الغربية، خاصة الضفة معركته فيها برموزها الدينية والتاريخية والأثرية، ويريد أن يثبت روايته التوراتية ولكن هذه الرموز في الضفة الغربية. نعم سيد أشرف عكا، هذه الرموز التي يقوم الاحتلال الإسرائيلي بتدميرها بالفعل، ما الإزعاج الذي تسببه هذه الرموز للاحتلال الإسرائيلي؟ هي تمثل حالات نضالية كفاحية رمزية، سواء كان لقادة وطنيين على المستوى المحلي أو للقادة على المستوى الوطني. هذا من جهة. أضف إلى ذلك أن هذه الرموز تشكل بالضرورة يعني جزء من الملحمة للذاكرة الوطنية التي تتجدد ساعة بساعة عندما ترى الأجيال هذه يعني هذه الرموز، يستذكروا ويتذكروا ويستلهموا من تلك التجربة، وهذا ما يخشاه الاحتلال. وهو كمان في لها دلالة أن الشعب الفلسطيني حي ويدافع عن وطنه ويريد دولته، وبالتالي هو يريد أن يقوض يعني أي فرصة لحل دولتين أو لإقامة دولة فلسطينية على حدود ربع من حزيران، وتحديدا في الضفة الغربية. يريد أن يقتل حلم الدولة، حلم التحرر، حلم الهوية الوطنية الفلسطينية، ومن يحمله وما يتم تجسيده أو يجسد به من خلال تلك الرموز والصور وبعض يعني المجسمات الوطنية. هذا ما يريد الاحتلال، وبالتالي أحداث هنا وهناك تبين يعني أو تراكم ذلك المجهود الذي يبذله وتلك الخطط التي يضعها من أجل تقويض وجودنا كفلسطينيين في الضفة الغربية، أو من يطالب يعني السلطة بكيانيتها الضعيفة الآن، ولكن هي تطالب يعني أو تمثل رمزية ما للكيانية الفلسطينية التي يمكن أن تتطور بأي ظرف يعني سياسي على المستوى الإقليمي أو الدولي، ولكن هو يريد إضعافها وقتلها وقتل الدولة وقتل وجود الوطن الفلسطيني في هذه المنطقة، وبالتالي هو يستهدف كل شيء حتى لو كان مجسمات يعني خشبية أو حديدية أو إسمنتية. نعم نشكرك شكرا جزيلا ضيفنا من رام الله السيد أشرف عكا، عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي، كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا.